السلام عليكم. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وبلغ اليأس منك مبلغه وأغلقت الأبواب في وجهك فتذكر أن خالقك وخالق هذا الكون يقول سبحانه وتعالى هو علي هين، كل مشكلة عندك حل عند الله هين. وتذكر بأن الذي يقول هو علي هين هو القائل ادعوني أستجب لكم، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع، وهو القائل فما ظنكم برب العالمين، وهو القائل قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهو القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تذكر أن أوسع الأبواب أبواب السماء، وأن أبواب الكريم سبحانه وتعالى لا تغلق أبدا. ما قصة الليلة فيل واحد بار بوالدين، هذه القصة تقريبا يمكن عمرها من 30 سنة أو فيها. هذا الرجل جاه نقل منطقة من مناطق المملكة وكان هو الوحيد اللي عند أمه، وبما أن والده متوفى وهو الوحيد عند أمه اضطر الرجل أن يبحث عن كل واسطة يعتقد أنها ممكن أنها تنفع في أنه يبقى عند أمه، لكن كل محاولاته باءت بالفشل. حاول يمين ويسار، كلم اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم، لكن ما وجد أي حل لمشكلته. ويوم ضاقت عليها الوسيعة، في يوم من الأيام يدخل في حسابه 25,000 ريال. الرجل فوجئ بهذا المبلغ، من وين جاء وكيف جاء؟ راح للبنك قال البنك هذا المبلغ جاي لك. الرجل حاول فكر يمين يسار، البنك قال ما ندري هذا المبلغ جايك من فلان. اكتشف ان المبلغ محول على شخص اسمه يشابه اسمه بالضبط. بدأت رحلة البحث عن صاحب المبلغ، وبعد عدة محاولات اكتشف انه في قرية ما هي بعيدة عن قريتهم، قام وركب سيارته وراح له. وصل هناك وقام وبحث عن الرجل ولقاه وسلم عليه، وفلان حياك الله بياك الله، انت تنتظر حوالي 25,000؟ قال نعم. قال وصلت؟ قال لا والله ما خلت شيء عن البنك، يقول البنك انه ما جانا شيء لك انت. الرجل يعني ابي من الدراهم، قال انا حولتها لك فانا بلشان بعمري. قال الرجل المال عندي في الحفظ والصون. تقول والله اعلم انه عزمه وقرت عندي وجلسوا سولفون وسالفه ورا سالفه. وقام الرجل وساله عن، قال يا اخي فيه واحد اسمه فلان يشبه اسمك، هذا وش يصير لك؟ قال هذا ولد عمي، وأظنه قال يا زوج أختي أو قال عديلي. قال الرجل تمون عليه؟ قال أمون عليه، أمون عليه ونص. الرجل هذا هو الشخص اللي كان صاحبنا يبحث عنه وما خلى أحد عشان يصل له. راعي البيت اللي هو راعي الدراهم علمني بسالفتك وش تبي منه؟ قال يا رجال سالفتي كذا وكذا، أنا رجال جاني نقل فيها كلمتان وهذا الرجل هو اللي ما عملتي عنده وأنا ما خليت أحد عشان يتوسطي عنده. قال له لعل الله ساق لي سالفة الدراهم والحوالة نتيجة في حسابي عشان أصلك. قال بشر على الخشم، أدق عليها الحين واعتبر أمورك منتهي. يقول فعلا دق عليه وقال ابشر ولا يهمك، اعتبر الرجال عند أمه. أبغاكم تخيلوا معي، الرجل ما خلى أحد ما توسط له، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه وفضله ما يبغى يصير لأحد عليه منه. إن الله القائل هو علي هين يقول له اترك هذا ورتب بالك، وهذا من لطف العليم الخبير. كل ما تعقدت أمورك واشتبكت فثق ثقة تامة بأنها ستفرج من الباب اللي ما تتوقعه أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول ونرزقه من حيث لا يحتسب، والفرج من أعظم الرزق. السلام عليكم، تصبحون على ألف خير.